قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، أشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبع هداه إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فلعله ليس من المناسب أن نزيد العلل عللا، وقد سمعنا العلل، نحن معلولون من غير شيء. ما ذكر من العلل التي عرضت لنا، والفراغ الديني وفراغ الإيماني والانصراف عن رسالة المسجد، ويعني هذا الكسل والفتور وهذه الهجمة السياسية التي جعلت بلادنا فجأة وبقدرة قادر صار عندنا 90 مليون ناشط سياسي، والحمد لله ولا فخر. فلا شك أن هذا ألقى بظلال، يعني فيها بعض القتامة. فالناس إذا دعوا إلى، كما تفضل فضيلة الشيخ محمد، إلى هذه المناشط كانوا مسرعين، وإذا دعوا إلى غير ذلك مما هو الأصل حصل في نوع من التراجع ونوع من التردد ونوع من التأخر ونوع من القسوة، قسوة القلب وجمود العين وطول الأمل. على كل حال، أنا أرجو أن يعني يفهم من هذا أن هذا أمر عارض، حتى لا يعني تزداد العلة في نفوس إخواننا. هذا أمر عارض، وهو إن شاء الله تعالى إلى زوال، وسيحدث التوازن بإذن الله، لكن لأنها تجربة جديدة، ودائما مراحل الانتقال يكون فيها مثل هذه المشكلات. الانتقال من مرحلة إلى مرحلة عادة ما يشوبه شوائب، ما أشبه الليلة بالبارحة. نحن إذا شبهنا حالنا بحال أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في يعني دعوتهم، سوف نجد أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم مرت بمرحلتين: مرحلة إقامة الدعوة، ثم مرحلة بناء الدولة. فالانتقال من مرحلة الدعوة إلى مرحلة الدولة لا شك أن هذا يعني فيه إشكالات وله ثمن، وفيه معاني جديدة ما كانوا ليعرفونها إلا يعني عند معالجتها. بكل اختصار، مرحلة يعني إقامة الدعوة التي يعني كانت في المرحلة المكية، عمل النبي صلى الله عليه وسلم فيها على تجريد التوحيد لله عز وجل، وتجريد الاتباع للنبي صلى الله عليه وسلم، وبناء العقيدة الصحيحة في نفوس المسلمين، ويعني عمل كذلك على تصفية الدين مما شابه من شوائب يعني البدع في الاعتقادات والعبادات والمعاملات والأخلاقيات. هذه كانت يعني رسالة المرحلة الأولى، مرحلة إقامة الدعوة. ونحن منذ يعني صحونا على هذه المعاني وتبنا إليها وعدنا إليها وانتبهنا إلى خطورة يعني وضع الإسلام في نفوسنا وفي بلادنا وفي الأرض عموما، بدأت هذه الدعوة أو تجديد الدعوة وبعث ونهضة الدعوة من جديد، بدأت في يعني السبعينات من القرن الماضي الميلادي، كما يحلو للناس أن يعني يسموها، والثمانينات والتسعينات، وأيضا العشر الأول من الألفية الجديدة. وفي العقد الثالث بدأ الناس يقولون: إلى متى التصفية والتربية؟ وإحنا مش هنشوف حاجة تانية غير التصفية والتربية. وكان الشيخ الألباني رحمه الله تعالى حامل اللواء هذه العبارة وهذا العنوان: وإحنا هنعيش ونموت في تصفية وتربية، متى نجاهد ومتى نحكم ومتى يعني تكون الأمور بأيدينا. وكان الدعاء السلفيون يقولون للناس: يا جماعة اصبروا،
هذه التصفية والتربية ليس لها مدة معينة، وإنما التصفية والتربية لها حد إذا وصلنا إليه، وحالة إذا صرنا إليها، ومعنى إذا انتهينا إليه سننتقل إن شاء الله، لكن لا نملك يعني أن نضع حدا لهذا، لأننا ما زلنا بحاجة إلى التصفية وما زلنا بحاجة إلى التربية. لكن معنى الانتقال إلى مرحلة الدولة لا بد أنه كان يداعب أفكار كثير منا، ولو حتى في الأحلام. صحيح أحلامنا ما كانتش بتصل إلى هذا الذي رأيناه فيما بعد، لكن أحيانا يعني الواحد يعني يرى نفسه مثلا يكلم الحاكم يقول له يا أخي اتق الله عز وجل من هذا ده، وخلاص ويصحى يحس أنه يعني عمل يعني إنتاجا يعني كبيرا. ثم شاء الله سبحانه وتعالى أن يكون الانتقال من مرحلة إقامة الدعوة إلى مرحلة بناء الدولة ليس له منة لأحد من الخلق، لا من الدعاء ولا من العلماء، لا من يعني أهل السياسة ولا من أهل الديانة، وإنما يعني فجأنا الله سبحانه وتعالى بجميل صنعه وأصبحنا وقد زالت مرحلة وبدأت مرحلة، ووجدنا أن الفرصة مهيئة جدا للانتقال بعدما أحدث الله عز وجل لنا من التغيير. فلما وجدنا الفرصة هكذا تداعى العلماء والدعاة وأصحاب يعني أو المؤهلون لحمل هذه الأمانات، وقالوا ماذا نفعل يا إخواننا؟ قالوا والله فرصة أحدثها الله سبحانه وتعالى. طيب ندخل في السياسة، ندخل في السياسة، وهل يعني السياسة إلا باب من أبواب الدين؟ وهل كان النبي صلى الله عليه وسلم إلا يعني مبعوثا بحراسة الدين وسياسة الدنيا بالدين؟ ولهذا يعني انطلق عامة العلماء والدعاة في هذا الطريق غير نادمين وغير متأثمين، بل محتسبون أن هذا دور قد وجب ولا بد من يعني أن يتصدر هذا المشهد الذي أحدثه الله سبحانه وتعالى أهل الأمانة وأهل الديانة وأهل العلم، وكانوا يمتنعون من ذلك قبل ذلك للعجز ولعدم القدرة ولأنه لم تكن هناك كوادر تحمل هذه الأمانة. الآن بعد نحو 40 عاما من يعني النشاط الدعوي ويعني تجريد التوحيد وتعليم التوحيد للناس والاتباع وبيان يعني المعاني الشرعية، وحصل فعلا تغير في الناس، والذي ينكر هذا الذي ينكر أثر الدعوة في الناس هذا أعمى، ويعني أعمى البصر والبصيرة. وإلا فنحن أدركنا يعني في طفولتنا جيل آبائنا وأمهاتنا كان معرفة الدين يعني ليست فقط سطحية، كانت أبعد ما تكون، وما كان يصلي في المساجد إلا الجماعة الكبار، وما كان يحج إلا الجماعة اللي هم على يعني شفا القبر، وما كان يتكلم في الدين ولا يحفظ القرآن إلا طبعا باستثناء أفراد يعني يقومون لله بالحجة، لكن عموما كمجتمع ويعني ثقافة مجتمع كان الحال هكذا. فلا شك أن للدعوة بركة وأن للدعوة أثرا في تغيير المجتمع، وأنت تستطيع أن ترى يعني هذا في يعني تطبيقات كثيرة جدا، فهم الناس للحجاب، معرفة الناس بالحلال والحرام، تغير طائفة كثيرة من مثلا طائفة السائقين وطائفة طوائف كاملة في المجتمع كانت لا تعرف يعني معنى الصلاة ولا معنى الديانة، صار أثر الدعوة في كل طبقات المجتمع. وبالتالي أراد الله سبحانه وتعالى أن ننتقل من مرحلة إقامة الدعوة إلى مرحلة بناء الدولة، فيعني مضينا فيها بسم الله وعلى بركة الله، وصار عندنا يعني هذه المعاني التي نراها، صار الإسلاميون نوابا في البرلمان ووزراء في الحكومة بل ورؤساء للدول، ونسأل الله تعالى أن يعني يبارك في هذا المعنى. صحيح نحن بشر، لابد ستكون هناك أخطاء وسلبيات ويعني عوار ويعني خلل وطبيعة الدنيا، لكن الحمد لله أن وصلنا إلى هذا المعنى الذي يعني هو جديد علينا وجديد على هذه الدنيا،
وكما واجه النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الذي أقصد به تسلية يعني بعض إخواننا، حتى لا، لأنه أحيانا يعني كلا طرفي قصد الأمور زميم. ليس من المناسب أن نقول للناس ليس في الإمكان، أبدع مما كان وإحنا الحمد لله على خير ما يرام، وهذا غلط. وغلط أيضا أن نقول نحن يعني ذهبنا في داهية وفقدنا يعني ديننا، لكن ليس هكذا، ولكن في أخطاء وفي يعني فراغ روحي ونفسي وفي مشكلات، لكن أيضا هناك يعني إيجابيات، ونحن مطالبون أن نكون على مستوى المرحلة. وإلا فالنبي صلى الله عليه وسلم مع بداية مرحلة بناء الدولة واجهته مشكلات كثيرة، حتى في زمان النبي صلى الله عليه وسلم. كل المشكلات التي نراها الآن وجدت في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، وربما بعضها كان أشد من أشد المشكلات المشهورة التي نشتكي منها، مشكلة الطرف الثالث اللي طلع لنا بعد الثورة. وكان في طرف ثالث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم، في مرحلة إقامة الدعوة ما كانش فيه إلا طرفين، المسألة في غاية الوضوح، فمن شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. المؤمنون من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، والكفار من يعني قريش، والمسألة كانت واضحة، لم يكن هناك غبش في التصور. لكن مع بداية مرحلة بناء الدولة ظهر طرف ثالث، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء، مندس في كل يعني قطاعات المجتمع، ولا تعرف أبدا أن يعني تمسكه من ناحية، فإنه كالزئبق تارة، وإذا لقوا الذين أمنوا قالوا أمنا، وإذا خلوا إلى الشياطين قالوا إنا معكم. عندهم كذب، وهذه من أخص صفات هذا الطرف الثالث. لاحظ هذه الآثار تؤثر فينا في المجتمع، طرف يعني عنده يحترف الكذب ويحلفون على الكذب وهم يعلمون. وهذا الطرف يعني كيف عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم في بداية مرحلة إقامة الدولة؟ طرف همه المصالح الشخصية، هذا أيضا موجود، طرف همه المصالح، لا يحركه إلا المصالح الشخصية، ليس له في الحقيقة علاقة بالوطن ولا بالمصلحة ولا بالدين ولا بالسياسة والاقتصاد وإطعام الفقراء ويعني الحرص على يعني مصالح، لا لا لا، هي المسألة كلها ملخصة في قوله تعالى فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون. مصالح، إذا جاءته الوجاهة والشرف والمال ونحو ذلك، تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فسادا، لكن لم يستفيدوا من هذا وحرصوا على العلو وعلى الفساد، كانت القضية قضية يعني مصالح، مستعدة أن تغرق الدولة كلها، المهم أن تمضي مصالحه وأن يحافظ على أمواله وعلى وجاهته وعلى منصبه. هذا عانى منه النبي صلى الله عليه وسلم. وصورة عبد الله بن أبي الذي كانت قد اجتمعت عليه الأوس والخزرج وهموا أن يتوجوه وينسجوا له التاج، ثم شرق ببعثة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن بعثة النبي صلى الله عليه وسلم واجتماع الأنصار على النبي صلى الله عليه وسلم تضرر منه هذا الرجل الذي همه المصلحة الشخص، نظر من هذا الباب ان انا يعني الملك بتاعي والعز يعني سيذهب الان بسبب هذه، بدل ان يستفيد من هذه الدعوه في دنياه واخرى ويتشرف بالانتساب لهذه الهويه، كانت المصلحه الشخصيه عائقا من اشد العوائق. من المعاني ايضا التي واجهها النبي صلى الله عليه وسلم في مرحله بناء الدوله الكراهه التي كانت عند في نفوس كثير من الناس، ذلك بأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمال. كذلك عند ناس يكرهون ما أنزل الله، يكرهون يعني الحديث عن شريعة، يكرهون يعني المنتسبين إلى هذه الهوية، وهؤلاء في الحق بينهم وبين الله خصومة، وهذا وأن كان يؤذي المؤمنين، لكن ماذا نفعل؟ قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون. هناك خصومة في الحقيقة في مرحلة بناء الدولة، كل دولة هناك خصومة بين فريق يعني لا يملك أن يظهر معارضته الكاملة، لأن في هذا يعني خسرانا كبيرا له، ولا يقتنع به ولا يصدقه أحد، وفي نفس الوقت لا يملك أن يقبل لأنه كاره، وبينه وبين الله تعالى خصومة. لكن كيف تعامله هو كالزئبق؟ إذا قلت له الشريعة وفي أحسن من الشريعة، إحنا ما نتكلم أبدا على الشريعة، لكن ويضرب من تحت الحذاء الدين، الدين جميل وحد يتكلم على الدين أبدا، ده إلا الدين، ما يا حلاوة على الدين، ثم بعد هذا يضرب من تحت. هؤلاء عالج أو عانى منهم النبي صلى الله عليه وسلم نفسه
هؤلاء كذلك يعني عندهم من السخرية والاستهزاء بأهل الديانة والمنتسبين إلى يعني هذا المنهج وهذه الهوية ما لم يستطيعوا أن يكتموه مع حرصهم على يعني إمساك العصا من الوسط، ومع ذلك كانوا يقعون فيما، لأن هذه الدواخل ما رأينا، يقول هذا الطرف الثالث، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء. والقراء في إقامة الدولة أيام النبي كانوا أخص الصحابة، أشراف الصحابة، كبراء الذين جمعوا القرآن في زمان النبي صلى الله عليه وسلم كانوا قلة، لأن القرآن كان يعني مازال في مرحلة التنزل ونحو ذلك، فشق عليهم، فكان أشد شيء عندهم يعني مواقف هؤلاء القراء وأصحاب الديانة والرموز، فكان همهم اللمز هؤلاء والاستهزاء بهم. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء أرغب بطونا ولا أكذب ألسنة ولا أجبن عند اللقاء. أرغب بطونا يعني بتوع الفتة زي ما يقولون الآن في، وأكذب ألسنة يعني ناس ما لهمش برغماتيين وناس، ولا أجبن عند اللقاء ده بس بيكلم من وراء، هم ليسوا كذلك، لكن سبحان الله، ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نحن بنهزر، نفس الألفاظ نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون. معالجة هذه الوجوه الكالحة والحياة في وسط هذه النفوس المريضة كان يتأثر منه الصحابة، وقد اشتكى منه النبي صلى الله عليه وسلم أشد الشكوى. ولهذا يعني هناك بعض، لا أقول العذر يعني على كل حال، لكن هناك بعض الظروف التي يعني تغيرت كعادة الأمم في مراحل بناء الدولة، هؤلاء لا يعني يكفون عن يعني مسار التخزيل من هذه الدعوة، يخوفون الناس من الدين ومن الشريعة ومن العلماء ومن الدعاء ومن الوهابيين والمتسلفة والإيرانيين والملالي وكل القبائح اللي ممكن هي لها تصور سلبي عند الناس، هؤلاء يعني يلصقون. وهذا ليس، هذه شنشنة معهودة، ليست يعني مفاجأة. ماذا فعل الطرف الثالث في زمان النبي صلى الله عليه وسلم على طريق التخزيل؟ كانوا حريصين على يعني التخزيل منذ أن كان ابن أبي لما ذهب لزيارته النبي صلى الله عليه وسلم، أو كان ذاهب لعيادة سعد بن عبادة، قال له يعني يا هذا إليك عني فقد أذاني نتن حمارك، فانبعث ابن رواحة وقال والله لا حمار رسول الله صلى الله عليه وسلم أطيب ريحا منك. يعني شوف اللي في القلب تخزيل، ومرة يقول له يعني ما أحسن ما تقول إن كان حقا، شوف اللمز، كلامك جميل بس لو كان حق، وكأنه يشك في كلام النبي، فارجع إلى رحلك فمن أرادك فليأتك. تخزيل مرورا يعني موقف هؤلاء الطرف الثالث لما يعني أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يجلي بني قينقاع، فجاء ابن أبي وقال يعني أحسن في موالي، وأدخل يده في جيب درع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال له يعني غضب النبي صلى الله عليه وسلم من شدة الجفاء مرة واثنين وثلاثة، ثم يقول 400 دارع و300 حاسر، كانوا 700، تحصدهم، منعوني من الأحمر والأبيض، تحصدهم في غداة واحدة، إني امرؤ أخشى الدوائر. تخزيل، انسحابه بثلث الجيش من التأسيسية في غزوة أحد، هذا أيضا نوع من التخزيل. موقفه كذلك في زمان النبي، نحن نتكلم على زمان النبي صلى الله عليه وسلم، موقفه في يعني غزوة الأحزاب وكلام والآيات الكثيرة، وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا، مع أنهم منتسبون للنبي صلى الله عليه وسلم. وإذ قال طائفة منهم من الطرف الثالث مش من الكفار، يا أهل يثرب لا مقام لكم فارجعوا، ويستأذن فريق منهم النبي يقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة يريدون إلا الآيات الطويلة في هذا الباب إلى يعني آخر الوقت وهم يخزلون. ولما تسنح فرصة للتخزيل حتى أرحم، ده أحيانا يكون عندهم غير التخزيل. إيه غير التخزيل؟ التخريب، لو أمكن هؤلاء أن يخربوا لخربوا، ألم يتمالأوا
على يعني قتل النبي صلى الله عليه وسلم كما في سورة التوبة وهموا بما لم ينالوا، هذا نوع من التخريب. لو أمكنهم اغتيال يعني القيادة الإسلامية في مرحلة بناء الدولة لفعلوا ذلك. كذلك يعني من تخريبهم ما يعني سعوا إليه في غزوة بني المصطلق، ولم يكن من عاداتهم الخروج للجهاد أصلا. هؤلاء قوم جبناء، من أخص صفات الطرف الثالث أنه جبان بيتكلم من وراء الميكروفون، مش ممكن ينزل. متى ينزل؟ لو كان في مصلحة، إذا عرضت مصلحة في وجاهة في مال. فهم لما رأوا أن الأمر توجه والإسلام في ظهور وكل ما بيدخل بيغلب، قال لك خلاص نخرج في غزوة بني المصطلق يمكن نغنم. فلما يعني غنموا قال لك وهنرجع كده بس بالفلوس؟ طب ما نعمل أي حاجة، نعمل إيه؟ حصل يا ده المهاجرين الأنصار ودعوها فإنها منتنة وتحلت المشكلة. لكن وقف بقى الطرف أو قد فعلوها، ما مثلنا ومثل هؤلاء إلا كما قال الأول سمن كلبك يأكلك، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأزل. وجعل يقول الأنصار أنتم لو أنكم تركتموهم ولم تنفقوا عليهم لخرجوا من بلادكم. يا لا تنفقوا على من عند رسول الله حتى ينفض. مرحلة تانية، مرحلة الايه بعد الانتهاء بقى من الدستور والكلام ده. والرسول عمل دستور، وثيقة المدينة كانت دستورا، كان يضبط العلاقات بين المهاجرين والأنصار وبين المسلمين واليهود في الداخل وبين المسلمين وغير المسلمين في الخارج. فالدستور اتعمل أيام النبي صلى الله عليه وسلم. يوم بعد كده لما حصل استقرار يبدأ يعمل إيه؟ يبدأ فيه كل صور التخريب، وبالتالي أيضا غاض في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. كل هذا في غزة واحدة، المرة الوحيدة اللي خرجوا فيها. لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة. المرة اللي خرجوها في بني المصطلق هذا الطرف الثالث يعني أحدث ما أحدث من الكلام الذي نزلت بشأن سورة المنافقون، وقال ما قال في عرض النبي صلى الله عليه وسلم. أليس هؤلاء الذين ركبوا موجة الدين؟ هو أحيانا لما تشتد الأمور يقول لك كله دين دين دين. طب والله العظيم نحن عاملين دين، نعمل تعمل دين إزاي؟ يعمل مسجد. والذين اتخذوا مسجدا ضرارا وتفريقا بين وإرصادا لمن حارب الله ورسوله من قبل، ولا يحلفن إن أردنا إلا الحسنى والله يشهد إنهم عملوا مسجد. قال لك والله مش عارفين ناخد راحتنا في مسجد النبي، كل ما اتكلم عليها واحد قاعد لي. طب هنتكلم كلامنا ازاي؟ اصل كلامهم غير، لكن هو مش عايز يظهر. قال لك خلاص ناخد احنا مسجد من بابه ولا يدخله الا الجماعه بتوعنا الطرف الثالث، واحنا في الصوره بنعلم العلم وبنقرا، احنا برضه اصل الدين ده بتاع الناس كلها. وفي الداخل يعني من الذي اكتشف هذا الامر؟ ومن الذي علمه؟ من الذي دل عليه النبي صلى الله عليه وسلم؟ ما كان للنبي، ما يعلم الغيب، ما كان له، بل وعدهم ان ياتي ليصلي لهم في مسجدهم، فاخبره الله تعالى لا تقم فيه ابدا، لمسجد اسس على التقوى من اول يوم احق ان تقوم فيه، فيه رجال يحبون ان يتطهروا والله يحب المطهرين، افمن اسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان المؤمنون خير أم من أسس بنيانه على شفا جرف هار فانهار به في نار جهنم. دي من وسائل التخريب، حتى أن يعمل مسجد، حتى أن يتكلم في الدين بيخرب، لأنه لا يقصد في الحقيقة إلا النكاية. ألم يقف وراء كل دعوات يعني الردة، خصوصا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم وامتناع الناس عن يعني الدفع الزكاة لأبي بكر؟ من الذي كان يقف وراء، من الذي وقف وراء المتنبئين وراء مسيلمة وسجاح والأسود وطليحة؟ القضية في غاية الوضوح. إذن هذا الطرف الثالث يجعل الحليم حيرانا، يجعل نشاط المؤمنين في بناء الدولة بدل ما هو نشاط تصاعدي حتى نصلح نأتي بالاستقرار ونصلح السياسة والاقتصاد والإعلام والتربية والتعليم والفن والرياضة، وهذا سهل 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 في الحقيقة لولا العوائق. فبدل ما الواحد يبني يجد نفسه قبل أن يبني عنده إشكالات، فلو ألف بان خلفهم هادم كفى، فكيف ببان خلفه ألف هادم؟ فلو ألف بان خلفهم هادم، واحد بس، أصل الهدم سهل، فلو ألف بان خلفهم هادم كفى فكيف ببان؟ وهذا دائما الرمز الذي يسعى في هذا كالرئيس. النبي صلى الله عليه وسلم في زمانه كان يعني حوله يعني هادمون
فكيف يتم لك المرتقى إذا كنت تبني وهم يهدمون؟ صعبة هذه الصعوبة في الحقيقة، أنك تعالج بابين، باب البناء وباب أنك تجد من يهدم فتحاول. كلما لولا أن الله تعالى كما وعد كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله، لكن يبقى الأمر عسيرا. هذا يأخذ من أي شيء؟ يأخذ من أعصاب المؤمنين، يأخذ من روح المؤمنين، يأخذ من يعني عبادة أوقات العبادة وإفراد الأوقات ولهذا نحن لا بد أن نصبر، ولا بد أن نعلم أن هذه مرحلة وسوف تنتهي. ولئن حصل وقد حصل أنه في فعلا انصراف، وأن في نوع من الفتور، وأن في نوع من الغفلة أحيانا، وأن في نوع من يعني الاشتداد الأعصاب في القضايا السياسية والانصراف، لأن الأمر صعب والأمر شديد، لكننا نحسن الظن في ربنا ونرجو إن شاء الله تعالى أن الأمر شيئا فشيئا يوشك إن شاء الله تعالى أن يأذن الله بالفرج، لأننا على يقين نقسم على هذا إن شاء الله أن الذي أحدث هذا الخير هو الله، بلا منا من أحد ولا تدخل من أحد، والله سبحانه وتعالى إن بارك في شيء نفع، شيء بدأه الله فكيف لا يتمه، والله متم نوره ولو كره الكافرون. إذا كان الأمر كذلك وهو كذلك نحن نريد أن نتوسط، ويعني نقول نعم هناك مشكلة، نعم هناك فتور، نعم نحن بحاجة إلى تجديد إيماننا، إلى معالجة توبتنا، إلى مراجعة ديننا، نحن بحاجة إلى هذه الليالي التي نعتكف فيها ونقوم لله عز وجل ونتضرع وندعو ويعني نجتهد في الحسنات الماحيات حتى يحدث التوازن، لكن مع ذلك لابد من الأمل، وإلا يعني تطرق لا أريد أن أقول اليأس، لكن الإحباط. إلى الفجر اليوم كان عندي أخ سوري، والأخ الدخلة كانت جيدة، تكلم يعني لابد أن تحرصوا على يعني إخوانكم في سوريا وأن تهتموا بالقضية وأن إلى هنا الكلام جزاك الله، هذا يحدث إن شاء الله. لكن وجدت قلت لي أخي أبشر إن شاء الله النصر قريب، قال لي مش باين. قلت له منين؟ قال لي من دمشق. تقول خلاص، قال لي كنا بنقول كده من زمان، المسألة مطولة مش باين. وجدت عنده انصرف إلى نوع من الإحباط، نوع من اليأس، وهذا لا يليق أبدا. لابد أن يكون على ثقة وعلى يقين أن تأخير النصر له حكمة، وأن الله عز وجل يستخرج منا عبوديات ما كانت لتخرج ربما لولا يعني هذا العصف وهذا الضيق وهذه الشدة وهذه الزلزلة التي ما نجا منها أحد ولا أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. إذن نحن بحاجة إلى أن نتواصى بالعبادة وأن نتواصى بهذه المعاني، لكن مع يعني مزيد من حسن الظن في الله وحسن الثقة في الله، سيجعل الله بعد عسر يسر، سنرجع إن شاء الله تعالى بعد إتمام ما نحن فيه من مرحلة إقامة الدولة، سنرجع إلى استقرار وإلى يعني أن يرجع كل واحد إلى يعني موطنه وإلى قواعده، أصحاب العلم يعلمون وأصحاب الدعوة يعظون وأصحاب يعني الحركة ينتشرون وكل إنسان يعرف دوره، لكن هكذا مراحل الانتقال، انتقال من إقامة الدعوة إلى مرحلة بناء الدولة، وفي كلا المرحلتين نحن نتعبد لله عز وجل، وهذا من شمولية هذا الدين، ونحن نحسن الظن في ربنا أن غدنا سوف يكون أحسن إن شاء الله تعالى من يومنا، كما أن يومنا صار أفضل بكثير من يعني أمسنا. نحن على الطريق إن شاء الله تعالى، لكن نحن بحاجة إلى تناصح والتواصي والتعاون والتصاحب على هذا الطريق. عسى الله سبحانه وتعالى أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين. أسأل الله تعالى بمنه وكرمه أن يعني يرحم ضعفنا وأن يجبر كسرنا وأن يقيل عثرتنا وأن يلوم شعثنا وأن يستعملنا فيما يحب، إنه ولي ذلك والقادر عليه. الحمد لله رب العالمين.